السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع حلو اسمه تريديفاي، ده برفع عليه الموديل بتاعي بتاع البيم، وهو بيبدأ يعرضه بشكل كويس. اهوت ده الموديل، وبقدر اشوف الموديل بتاعي اهوت. ممكن تختار اي سبيس يبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها بالشكل دوت، او تقول اشوف الموديل كاملا. ممكن تقول له ان انت عايز تضيف نيو توبيك، الاسم والكومنت اللي انت عايزه، وتعمل اتاش للعناصر اللي انت عايزها. ممكن تقيس لو انت حابب، زي ما انت شايف هو محدد لي نقط، وانا ببدا اقيس من نقطه لنقطه، مثلا من النقطه دي للنقطه ديت. من النقطه ديت للنقطه ديت بيبدأ يجيب لي المقاس. وهنا بقى الليارات، فتقدر تطفي الليارات وتشغلها زي ما انت عايز، مثلا كل الأعمدة، مثلا كل البيمز وهكذا. فده يعني موقع سهل، مجرد ان ترفع الموديل بتاعك بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها. هنا بنعمل قط في المشروع بالشكل دوت. ففي كذا مشروع عملتهم، فبعرضهم على العملاء بالطريقة ديت. اقدر اعمل شير للملف دوت، اقدر اشوفها فيرتشوال رياليتي لو انت عندك النظارة ديت. تقدر تدخل انسايد، تدوس هو يبعتك للمكان اللي انت عايز تروح. مثلا عايز اروح عند السلم، يبدأ يوديني عند السلم. عايز انزل تحت، وهكذا. فتقدر ان انت تروح اي مكان انت عايزه بسهولة تامة.